أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكدا أنها تأتي كترجمة حقيقية لقمة المناخ التي ستنعقد في مصر بداية الأسبوع المقبل. وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن العالم يمر بفترة شديدة الدقة والاستثنائية لم يمر بها على مدار عقود سابقة. بعد ايام قليله جدا من بدء قمه المناخ في مصر اللي مصر بتستضيفها في فتره شديده الدقه وشديده الاستثنائيه في ظروف يعني العالم كله ما مرش بيها قبل كده على مدار عقود سابقه ويمكن احنا قمه المناخ في مصر اللي هتعقد يعني ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم يعني واخده عنوان مهم جدا وهو آه يعني الانتقال من مرحله التعهدات الى التنفيذ الفعلي للمشروعات اللي ممكن ان تسهم في الحد من ظاهره التغيرات المناخيه. وعشان كده اعتقد ان هذه المبادره الوطنيه بتأدي ترجمه حقيقيه لعنوان قمه المناخ. الحقيقه هذه المبادره وانا بوجه الشكر للدكتور محمود لما بدأت الفكره آه الحقيقه في هذا العام وبدانا الخطوات التنظيميه لها واعلننا عن اللجنه المسؤوله عن بدء تلقي المشروعات المقترحه الكلام ده كله كان في شهر مايو فاحنا عندنا فتره زمنيه لم تتجاوز الخمسه اشهر عشان المحافظات تتقدم ولجنه التحكيم تشتغل وتنهي كل اجراءاتها